هاي، اهلا بيكم في قناتكم مولي بيبيوي. عايزه اكلمكم النهارده عن الضغط المنخفض. كنت كلمتكم قبل كده عن الضغط المرتفع، هكلمكم المره دي عن الضغط المنخفض. ولو حد بيجيله ضغط واطي او عنده حد من قرايبه او اصدقائه او اللي بيحبهم ضغط واطي، نعمله ايه؟ اولا واخيرا لازم يشرب ميه كتير يا جماعه، لان الميه بتعوض السوائل اللي بتخرج من جسمنا. علشان الضغط يبقى كويس، الجسم يبقى كويس، حتى الجلد يبقى كويس، الدوره الدمويه تبقى كويسه. طيب ونعمل ايه كمان؟ الملح، يعني ناكل حاجات تكون مملحه نوعا ما، زي المخلل، زي المش، زي الأرقسوس. زي الأرقسوس على فكره بيزود الضغط يا جماعه، خدوا بالكم. زي ايه تاني؟ زي الرنجة، زي الفسيخ، زي الملوحة، الكلام ده معروف يعني، ألف به معلومات عن الضغط الواطي. كل الحاجات دي بننبه بيها ان اللي عنده ضغط عالي ما ياخدهاش. يبقى نعمل ايه؟ يبقى اللي ضغط واطي ياخدها بكل سهولة وبكل بساطة. يبقى ناكل حاجات فيها حوادق كتير، نشرب قهوة، نشرب شاي. والقهوة على فكرة كمان بتمنع من مرض الزهايمر، فالقهوة حلوة مفيدة كويسة. نبطل شرب سجاير لو بنشرب سجاير، ونهتم بالرياضة نوعا ما، نمشي شوية، نتحرك في البيت شوية، ننظف البيت او نساعد مراتاتنا شوية في تنظيف البيت، كله عادي يعني يا جماعة. فاتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم، ان يهتم باهالينا. لو عندنا حد من اسرتنا كبير في السن نهتم بيه ونحبه قوي، علشان يحب الحياة، علشان يفضل جنبينا وفي وسطينا وما نتحرمش منه ابدا. ولما نراعي ضميرنا معاه ربنا هيخليه لنا ويديله طول العمر. وما فيش حاجة اسمها عشان كبر يبقى خلاص، ما فيش حاجة اسمها عشان كبر ما نهتمش بيه، او نقول كده دي يعني اخر وقت دي. لا لا لا، كل يوم في امل، وانا امل وكلكم امل. باي باي.